هكذا مر العيد على أطفال الجانب الأيمن من الموصل. مراجيح نصبت على الأرصفة بين مشاهد الحرب، وهنا في هذه المناطق لا يوجد أي منتزهات أو مدن للألعاب. جيل كامل من الأطفال لم يرى طوال السنوات الماضية أي ألعاب سوى هذه المراجيح الصغيرة. ماكو يعني أي منطقة يعني منتزهات ما عندنا، يعني احنا منطقة الجانب الأيمن تحديدا منطقة القديمة يعني مدمرة بالكامل، يعني الناس بالوزة قاعدين. المكان مناسب للأطفال؟ ما مناسب، بس وين تروح؟ هاي أطفال تلعب أيام عيد، وين يروح؟ ما يروح يعني بأي مكان. بين صخب الأطفال ولهوهم وأغاني العيد يجلس يوسف هنا ليبيع قنان الماء من أجل إعانة عائلته. هذا مشهد آخر لوحده يحكي عن طفولة معدومة لا تهتم لمدن الألعاب أو المراجيح من أجل اللعب فيها، إنما للعيش منها. منذ عام 2003 لم تنشأ أي مدينة ألعاب في الجزء الغربي من الموصل، ولا يوجد سوى مدينة واحدة في الجانب الأيسر منها، ولم تطرح الحكومات المتعاقبة أي خطط مستقبلية بهذا الصدد حتى الآن، وغياب هذه المتنفسات الترفيهية يثير الاستياء مع كل عيد يمر. منفس الوحيد لأهل الموصل بيها فقط مدينة الألعاب، ماكو غيرها. زين اليوم هالأطفال دقليها تلعبينها بالشارع، تخوف طفل يعبر، طفل يروح يسار يروح يمين، ماكو مشاريع، ما حد ما يعمل. يعني هذا عندنا نهر دجلة، هذا نهر دجلة، الخير كله بيه. دارت الدنيا بسكان هذه المدينة مثل دوران هذه اللعبة، وغنى الزمان لأهلها بحزن وألم، ولم يبقى بصيص أمل للموصليين إلا بأصوات هؤلاء الصبية والفتيات وبأغاني العيد الذي قيل أنه قد مر على الموصل. من ذات المدينة محمود الجماسة، قناة التغيير.